حسب الله. حرمتني من حنان مرات الاب يا حسب الله. مين انا؟ اه ازاي؟ كل ده علشان ما كانتش راضيه على جوازنا. ينادي الكلاكوت. يلا يا اختي اخرس يا رد السجون يا خريج اللومات. انت متجوزانا عشان تلبسيني التهمه دي؟ اخسى عليك يا حسب. انا برضه يرضيني اوديك في داهيه حتى لو قتلت مرات ابويا. وقتلها ليه؟ انا شفتها قبل كده. رحتي حسرت قلبي تخطبني منها. الله يرحمها ما رضيتش بيه. اتغصت